امام فتاه الله تعالى والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجابر بن محمد وموسى بن جابر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجه محمد صلى الله عليه وآله نبي والسلام وديني والقرآن كتابي والكعبة قبلة وامير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي والي زين العابدين إمامي ومحمد بن علي الباكر إمامي وجابر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي والي رضا امامي ومحمد الجواد امامي والي الهاد امامي والحسن الثوري امامي والحجة المنتظر امامي ائمتي وسادتي وقادتي وشفائي بهم تولى ومن ادائم تبرى في الدنيا والاخره ثم اعلم إلامي يا إشرت بيبي بنت رحيم بخش الله تبارك وتعالى نعم الرب ونا محمد صلى الله عليه وآله نعم الرسول ونا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاد الأئمة الأهدى شران الأئمة ونا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حكن ون الموت حكن وسوال منكر ونكير في القبر حكن والباس حكن ون شورا حكن وسرات حكن والميزان حكن وساس يور الكتب حكن والجنة حكن والنار حكن ون سعادات يتل ريب فيها ون الله يبعث من في القبور أفهم دي يا إسرت بيبي بنت رحيم بخش ثبت الله بالقول ثبت وهداك الله الى صراط مستقيم ورف الله بينك وبين اوليائك في مستكرم رحمته اللهم جاف الارض عن جنبها وسد بروحها اليك ولكها منك برهانا اللهم فك فك صلوات Thank you.